مشاهدينا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج الدنيا وما فيها. النهاردة هنكون معاكم مباشر، تقدروا تتصلوا بينا، تقدروا تكونوا معانا. عنوان حلقتنا النهاردة: كيف نكون أقوياء في زمن الكورونا. الكورونا هي دلوقتي موضوع الساعة، بما أن برنامج الدنيا وما فيها خاص بكل الأمور اللي بتدور حوالينا، فإحنا طبعا بنعمل مجموعة أو سلسلة من الحلقات بنحاول على قد ما نقدر نواجه الكورونا ونعالج مشاكل. والنهاردة بيشرفنا تكون ضيفة الحلقة معانا الأستاذة ريهام نوار، ماجستير في التعليم واللايف كوتش ومؤسسة ومديرة منظمة تدعم اللاجئين. أهلا بيك يا ريهام، نورتينا. اهلا بيك يا انجي، ميرسي خالص ومبروك على البرنامج وشكرا على الدعوة الكريمة. احنا مبسوطين انك معانا. انا عارفه ان انت مجهزه لنا معلومات كتير جدا. مشاهدينا زي ما بقول لكم احنا مستنين مداخلاتكم، اللي حابب يسال اي سؤال عن الموضوع هنكون معاكم دلوقتي بنبتدي الحلقه. لكن بالنسبه لموضوع حلقتنا النهارده حابين نبداه بفيديو صغير لذيذ جدا وخفيف جدا، ومنه هنبتدي الحلقه. يلا بينا نشوفه. خوف وكده؟ لا لا عادي، انا اي جو اون وذ ماي لايف عادي جدا. بالنسبه للفيروس صح؟ لا عادي، ممكن يكون جالنا وراح انه بديهي، اكيد هيجري العالم كله، واللي ياخده ياخده واللي يكمل يكمل، والبقاء للاقوى. مش ببقى مهووسه بالخوف وكده، لا لا عادي، انا اي جو اون وذ ماي لايف عادي جدا. بالنسبه للفيروس صح؟ لا عادي، ممكن يكون جالنا وراح انه بديهي، اكيد هيجري العالم كله، واللي ياخده ياخده واللي يكمل يكمل، والبقاء للاقوى. ريهام مستعده لاول سؤال؟ مستعده. بعد ما شفنا الفيديو هسالك اول سؤال معانا النهارده زي ما قالت هي: مين الاقوى؟ مين الاقوى يا ريهام؟ ايوه طبعا ياسمين صبري والتريند بتاع مين الاقوى. انجي الحقيقه السنه اللي فاتت كانت سنه صعبه خالص 2020، والكورونا لما جت كانت ملخبطه الدنيا كلها. سر قوه الكورونا كان في انه unknown virus، ما احناش فاهمين له ولا عارفين نتوقع ايه اللي هيحصل ولا عارفين ايه الاعراض اللي هتيجي، فحته ان احنا مش فاهمين كانت مخلينا كلنا متلخبطين. كمان الكورونا خلانا غيرنا نظام حياتنا، يعني خرجنا بره النورم، عدود تعليم بقى اونلاين او قعدنا من المدارس الولاد، فالحياه كلها كانت متلخبطه. لكن انا شايفه انه دلوقتي الدنيا احسن، بدانا نفهم الحياه ماشيه ازاي، الكورونا ايه بالظبط، الفيروس ده بيعمل ايه، الاعراض بتاعته، وكمان طلع تطعيم، الفاكسينز نزل دلوقتي، في ناس كتيره بدات تاخده، خصوصا في امريكا بداوا ياخدوه، حتى الاعداد قلت دلوقتي. فاعتقد انه حتى لو الكورونا ظهر انه اقوى خصوصا في البدايات وتعب ناس كتير واخذ ناس كتير، لكن احنا ماشيين في الطريق الصح، وان شاء الله قريب خالص اتوقع انه بارقه امل جايه ونرجع للنورم تاني وكل الدنيا تتفتح تاني ان شاء الله. لما دخلت علينا الكورونا كانت مفاجاه، كنا عايشين حياتنا عادي وكنا زي ما الدين امان طبعا، على قد يعني ما واجهناش في عصورنا اللي فاتت ايام جدودنا والفتره اللي فاتت دي على طول اوبئه، فكان بالنسبه لنا خضه وصدمه وحاجه غير متوقعينها. فجاه لقينا نفسنا بنقعد في البيت، لوك داون على مستوى العالم، على مستوى بلاد كتير، يعني العالم معظمه قفل، ولادنا بقى قعدت في المدارس، فجاه قعدونا من الشغل، وفجأة كل حياتنا اتشقلبت رأسا على عقب. وقتها حسينا ان احنا كلنا وايه اللي بيحصل ده، حتى خروجنا ما بقى سهل، حتى ان احنا بقينا على طول بالماسك اتحددنا قوي. انت في رأيك يا ريهام احنا كده الكورونا الاقوى؟ معلش هو تقريبا السؤال بطريقة تانية بس انا بوصف حالة اكتر، اتفضلي. انا فاهمة سؤالك وفاهمة الكونسيرن بتاعك، يعني ده حقيقي يا انجي حقيقي. منظمه الصحه العالميه اعلنت ان 3.5 مليون جلوبالي، عارفه يعني الفيروس ده لما جه مش جه خبط في بلد ولا خبط في منطقه، ده خبط في العالم كله. فده كان انا بوصفه او بحسه شخصيا انه عامل زي قلم اللي نزل على وشنا كله، اللي هو فوقه في حاجه مش مظبوطه بتحصل بالظبط. فده كان خلانا اللي هو اتخضينا. فاول حاجه عملها عقلنا لما حصل لنا ده انه احنا الاول الصدمه، خدنا الصدمه،
او اللي بيحصل مش فاهمين. وبعدين بقى عندنا جزء دينايل، لو تاخدي بالك انه في ناس من الميديا كانوا يقول لك لا ده مش حقيقي والسياسه وناس بتقول كلام ومفيش فيروس. محدش كان مصدق يا ريهام، احنا ما كناش مصدقين. بالظبط. وكمان خلي بالك احنا عملوا لوك داون في كل البلاد 3 اسابيع، وبعدين في اسبوعين احنا بقالنا سنه وداخلين في الثانيه، فاحنا اتصدمنا. فدي كانت الضربه يعني. بالظبط بالظبط. بس انا اعتقد دلوقتي مع كل الناس يعني المفروض اللي بيحصل دلوقتي ان كل الناس بتلتزم بالتعليمات، بتلبس الماسك، بتحافظ على المسافات والتباعد بين الافراد. واعتقد ان معظم المنظمات دلوقتي والبنوك والاشغال اي مكان حكومي ما بيدخلكيش في مصر او بره مصر الا وانت لابسه الماسك، وده حفاظا على الناس. واعتقد ان ده اللي بيمشي على كل الستبس دي والخطوات اللي مرسومه دي، بيمشي مظبوط وبيبقى بيحمي نفسه. بيوت كتير اتأثرت سلبا، جالهم حالات وفيات، فقدوا عزيز وغالي على قلبهم، أثرت، ناس مرضت، ناس دخلت مستشفى. في عز السلبيات دي كلها اللي احنا شفناها، في إيجابيات تفتكري؟ سؤال صعب. صعب. انا بتاعت الاسئله الصعبه، بس انت عندها ده. انا خليني اقول لك يعني انتهز الفرصه قبل ما اجاوب على السؤال دوت، واقدم تعزياتي لكل البيوت اللي اتاثرت وفقدت حد عزيز عليهم بسبب الكورونا. حقيقي يعني كان صعب، واعتقد انه كان السبب في انه الناس دي مناعتهم ضعيفه او نقص الاكسجين او او او. لكن خلينا نتفق على حاجة، ودي هتلاقيني بقولها كتير معاكي أو في أي حد بيتكلم معايا. المشكلة بتبقى هنا في البلاد. إحنا متربيين على ثقافة إن هو نبص على الحاجة البوزيتيف وخلينا إيجابيين وخلينا عندنا أمل وإحنا عندنا ثقة في ربنا، فعندنا الثقافة دي. بس في ناس طبعاً كان ضغط عليهم شديد جداً جداً، ناس تعبانة، ناس في المستشفى، مصاريف كتيرة، ناس فقدت ثابت شغلها، السلبيات كتير أوي. بس لسه في نفس الوقت دوت احنا نقدر ندور على الايجابيات في وسط السلبيات. يعني احنا لما نقول حد توفى الكورونا كانت سبب، بس الناس بتروح بكورونا وبغيرها. اللي فقد شغله ممكن يكون يعني قفل الباب ده، لكن اتفتح باب تاني وقريب هيتفتح باب تاني. دايما نحاول نغير، نعمل شيفت، نغير افكارنا علشان لان لو فضلنا في نتأقلم. بالظبط. لو فضلنا في الدايره الغامقه مش هنشوف النور. صح صح. فلازم يعني نستوب، نوقف الافكار السلبيه، نوقف بعدين نقف مع نفسنا، بعدين نفكر اوكي اللي حصل حصل، هنعمل ايه؟ نبدا. الحياه بتقف، الحياه ما بتقفش على حد، الحياه بتستمر. صح صح. بصي السؤال اللي جاي ده مهم جدا، وانا عايزه اعرضه بطريقه يعني يا رب تدخل قلوبنا. اوكي. الكورونا اجبرتنا زي ما قلنا في اول الحلقه على حاجات كتير اجبرنا عليها. صحيح. اجبرت كتير من الازواج بالذات، انا هتكلم على الحياه الزوجيه، يقعدوا مع بعض. ويمكن كان دايما بالذات في امريكا الحياه الروتينيه، الراجل بيخرج الشغل ما بيقعدش كتير مع زوجته في البيت، وما بيقعدش مع اولاده كتير، قعدوا وكانوا في بيت واحد. فللأسف سؤالي بقى بيقول، هل الكورونا أثرت فيما يسمى بخراب العلاقات الزوجية؟ إيه رأيك؟ أوكي، خليني أبدأ معاكي إنه هي ممكن الكورونا تكون زودت، لكن السبب الرئيسي لا. برافو عليك. لو في خط مفتوح، صح، تواصل بين الزوج وزوجته، وفي محبه وفي توافق، وانا زوجي هو الصديق بتاعي اللي انا بحكي له هو بيحكي لي، بالعكس احنا هنسند بعض في الازمه دي. لكن لما الكلام ده مش موجود، بتزيد التعب. لانه ما فيش حد، عايزه اقول لك في كذا ريبورت اتعمل انه 41% قدموا تقارير ان هم مصابين، صحتهم النفسيه اتاثرت بالقعده في طبعا بالكورونا. طبعا. فانا اقول لك دول اللي قدموا تقارير. انا شخصيا اعتقد انه 100% احنا ما فيش حد فينا اثرش بشكل او باخر بسبب تغيير الروتين اللي احنا فيه. الراجل بطبعه بروفايدر، الراجل بطبعه هو اللي بيدعم البيت وبيصرف على البيت. قائد. قائد. بالظبط. انا لو قاعد في البيت دلوقتي ما بشتغلش وما معيش فلوس اصرف على البيت، هتبقى نفسيتي عامله ازاي؟ عصبي، بيكون عصبي، بيكون كمان خلي بالك في حته بينتقد،
هو في تلات ارباع وقته بره شايف مراته او زوجته بتتعامل ازاي مع الولاد، فهينتقد انت بقى بتعملي كده. ايوه ما انا مش شايف انت بتعملي ايه، انت بره طول، انا بره طول الوقت، انت مش عارفه تربيهم. لا انت بتتفاوتي مع، صح ولا ايه؟ حقيقي. بس انا هقول انه مش بس هو قعدته في البيت، هو تعبان، اه فهو هيطلع اللي جواه في مين؟ صح، دي صح، في البيت. حالته النفسية. اه وعايز اقول لك الام كمان تعبانه، الام اللي فجاه اللي كانت بتودي اولادها نص اليوم في المدارس، واولادها قعدوا بقت مدرسه وبقت بتذاكر، وبدل ما بقى في نادي ولا في خروج من الولاد، بقى كلهم قاعدين في البيت طول الوقت، والولاد كمان مش الحاله كلها متعبه، الحاله كلها متعبه اكيد. فلانه احنا مش فاتحين التواصل، انا انصح انه يبقى في تواصل، يبقى في القعده كده. بصي لا تاني، الوقفه مع النفس حلوه قوي، انا لما اكون فاهمه ان انا مش مرتاحه نقعد ونتكلم، ده اللي تعبني وده اللي تعبك، وبشويه حنيه وبشويه حب الدنيا بتمشي، لان اوريدي الحياه متعبه، اوريدي الحياه حوالينا متعبه، فلو احنا البيت ما كانش هو الواحه اللي احنا نرتاح فيها، نرتاح فين؟ يعني ما هو ده سؤالي اللي وراه، العلاقة بين الأهل والولاد اتأثرت سلبا، صح؟ تكملت اللي انت بتقوليه. احنا اتكلمنا عن العلاقة الزوجية، سوري بوضح أكتر برضو للمشاهد، اتكلمنا اتأثرت بين الزوج والزوجين، الأهل بقى والولاد سلبا إيجابيا، إيه رأيك؟ هو الولاد اتأثروا بالقعدة برضو، لأن الأولاد عندهم طاقة وعايزين يطلعوا فتأثروا أكيد، لكن أعتقد إن تأثير الولاد السلبي مش بين علاقة الأهل بالأولاد، هم إن هم يشوفوا الخناقات اللي إحنا كنا لسه بنتكلم عليها دي، صعبة جدا علاقة الأب والأم لما اتأثرت أثرت عليهم، تقصدي كده؟ الأب خدي بالك برضو البادي لانجوج، يعني لو حتى ما اتكلموش وفي ما فيش بينهم وبين بعض كلام، ما بيتكلموش وفي خارس دوري زي ما بيقولوا، او ان الاب يدخل ويخرج وهو محمي، محمي او ما بيتكلمش او سايب دقنه، او الام مش ام فرفوشه ومش مش فرحانه وطول الوقت بتشتكي وتمسك التليفون تتكلم تقول الواد عمل والواد سوى، الاولاد بيتاثروا سلبا باللي بيسمعوه مش بالعلاقه، هو العلاقه موجوده، يعني هو الاولاد يا حرام ما بيعرفوش يعبروا كتير، الاكل موجود في البيت اهو قاعد على تليفوني خلاص يعني انا عايش، لكن حته انه بسمع بقى خناقات ده زياده قوي، فانا برضو بنصح في الحته دي انه الاهل يتلككوا لاي طفل على اي حاجه صغيره حلوه بيعملها ويشجعه، يطبطبوا ويحضنوا، عارفه التاتش مهم جدا، يسمعوه كلام حلو، يقولوا له كلام حلو، كل ده هيفرق جدا في نفسيه الولاد لحد ما الفتره دي تعدي ان شاء الله. طيب احنا معانا اول مداخله، استاذه داليا اهلا بيكي، الدنيا وما فيها، برحب بيكي، اهلا. اهلا متشكره. اتفضلي. انا كان عندي سؤال بخصوص اولادي الحقيقه، مش بخصوص يعني انا كان عندي سؤال بخصوص اولادي، هم في سن مراهقه. أيوة. يعني احنا ما عندناش مشكله في قعده البيت والدراسه اونلاين وكده، يعني بالعكس هم مبسوطين، لكن في مشكله تانية انه الاولاد اصحابهم بيقعدوا يقولوا دايما كلام انه اعصابهم تعبت وحاجات زي كده، وان في ناس انتحرت ونسبه الانتحار كتيره قوي في سن اعدادي وثانوي بسبب المدارس اونلاين والكلام ده. ف يعني بحاول اقول لابني لا، ما احنا بالنسبه لنا ما فيش مشكله وما تفكرش كده، بس هم لا بيتاثروا برضو بكلام اصحابهم، فمش عارفه اعمل ايه في الموضوع ده. طب خليكي معانا، عندك سؤال تاني تحبي تفضلي معانا ولا سؤال واحد بس؟ لا هو ده بس. طيب ممكن اسالك داليا، هو اعمارهم قد ايه اولادك؟ عمر اولادك 15 و17. وحضرتك امريكا ولا في مصر؟ لا في امريكا. اوكي بشكرك يا داليا وهنرد عليكي، بشكرك جدا على مداخلتك، ميرسي جدا. متشكره. شكرا. خليكي معانا. اللي داليا قالته ده يعني عايزه اقول للاسف يعني انا عايشاه وشفته كتير قوي قوي قوي، وحالات كتيره بتجيلي من نفس الموضوع، فعلا الاولاد بره مجتمع المصري وتربيتنا وثقافتنا والمجتمع القبطي والتعليم اللي احنا متعلمينه في البيت، احنا هو بنتاقلم زي ما انت بتقولي، والاب يا داليا واضح كمان انها متفهمه، بتقولي الولاد حبوا الدراسه اونلاين، ده معناها انه هي والاولاد بيلاقوا اكتيفيتي يعملوها، بتتكلم معاهم، حلو خالص خالص. ما نقدرش نمنع الاخبار اللي بتيجي من بره، يعني بيحصل انه خصوصا هي عايشه في امريكا، بيحصل انه لو في طفل انتحر في مدرسه بيجي للمدرسه كلها، الاهالي بالستاف
تليفون من المدرسه بيخبر بيقول انه في طفل انتحر. طبعا. والميديا مليانه، والاولاد دول للاسف محتاجين صلاه. فانا كأم اقول للاولاد، يعني اقول للاولاد دول احنا ما نعرفش ظروف الاولاد دي، يعني الاولاد دول منتلي ضعاف، نفسيا ضعيفه، نفسيتهم ضعيفه، ما نعرفش عندهم حياه سويه ولا لا، هل هم عايشين في الشارع، هل ابوهم وامهم منفصلين، هل هم عايشين في مشاكل. عايزه اقول لك صدقيني انا ساعات بتجي لي مشاكل، يعني طفل يقول لي انا ماما مش عايزه تربيني، سايباني عند تيتا. اه يعني انا عايزه اقول لك احنا يعني ساعات بنلوم على الاولاد، الاولاد غلابه جدا 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 جدا. بالعكس انا شايفه ان انت تقولي لاولادك يا داليا احنا نصلي لهم وانتوا تبقوا اقوياء وتسندوهم. يعني انا دايما اقول كده لما حد يكون حد نفسيته كويسه، انت ممكن يكون ربنا حطك في حياه الشخص ده عشان تسنده. يعني لما تلاقي حد نفسيته وحشه قول، يعني الحل عندك الام 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 طبعا والاب، بس انت بتركزي على ان الام. داليا المتصله في داليا ام، فعشان كده انا بكلم داليا مباشره، انه الاهل يقضوا وقت مع اولادهم ويتكلموا معاهم ويشجعوهم. فانا لما اكون طفل واثق في نفسي ويجي واحد من بره وطفل تاني يقول لي انا تعبان، لازم اشجعه اشوف اقدر اساعده ازاي. وكمان احنا عندنا لازم بيقولوا لنا وبيعرف بنوصل ده للاولاد. انت علمي اولادك لو طفل جالك او واحد زميلك في المدرسه جالك وقال لك انا تعبان بفكر في الانتحار، بلغ ادلت على طول. قصدك يقولوا في اولاد غامضه وفي اولاد منطويه وفي اولاد ما بيحبوش يقولوا، ما دي بقى مشكله تانية. دي حقيقي، دي مشكله تانية. بس انا لو انا لازم اوعي اولادي انه انا لو سمعت حاجه زي كده كراش هزار، بلغ الام، بلغ مدرس في المدرسه، بلغ كونسلر في المدرسه، لان هم هياخدوا الخطوات اللي بعد كده. والاولاد دول غالبا يعني من خبرتي 75% منهم بيقولوا حتى لو بهزار، يعني يقول لك انا هكميت سويسايد جاست كده. يعني انا عن تجربه في ولاد ما بيقولوش، والامهات بتعرف عن طريق الفيسبوك بتاع المدرسه او هنا في امريكا بيشاركوا بيبعتوا لهم ايميلات. انا بتكلم عن امريكا طبعا، مش هتكلم عن مصر. ففي ولاد بطبيعتها كتومه، فالام بتعرف، حصلت معايا انا شخصيا، وبتروح تواجه هو في حصل كده فبيقولوا اه حصل. مش شرط بيقولوا للاسف للاسف يا للاسف. بس انا بشجع داليا ان هي طول ما هي مصاحبه اولادها ومخليهم يحكوا لها عن اصحابهم، خليها دايما فاتحه اللينك ده مفتوح وتفضل تكلمهم وتشجعهم، يعني دايما تدعمهم ان هم ممكن يكونوا شخصيه قويه يساعدوا غيرهم. هو انا الحمد لله ان اولادي كويسين، واكيد يعني اي ادماير ان انت ام حلوه ومهتميه باولادي، حاجه جميله جدا. بس في نفس الوقت لازم نعرفه المجتمع حوالينا فيري قوي، يعني في اولاد جنسيات مختلفه وعقليات مختلفه وتجارب حياتيه مختلفه، ف صح ما يتاثروش بيها. طيب. يكون السبب بركه لغيرهم. انا هرجع تاني لنفس الاجابه، بس معانا تليفون فخايفين يقفل. أوكي. مساء الخير الدنيا وما فيها، معانا امل. اهلا يا امل. اهلا يا انجي، ازيك عامله ايه؟ اهلا، ازيك يا امل، اهلا بيكي. بشكركم على البرنامج الجميل وعلى الموضوع اللي احنا كلنا فعلا محتاجين نسمع فيه كتير ونفضل حد مدعمنا، بجد الموضوع مهم وجميل جدا. بشكر كمان ضيفتك العزيزه. ربنا يخليك يا امل، ميرسي. عندك اولاد يا امل تحبي تشاركينا؟ انا شايفه ان انا معاكم في الكلام طبعا اللي قلتوه، ان الضغط بقى على الام جامد جدا. يعني الدكتوره يعني عرضت ان الام عليها انها تستحمل جوزها ان كان بقى عنده ظروف الشغل او تعثر فبيبقى عصبي. انا شايفه كمان اللود الثاني غير الزوج لو عنده مشاكل، يعني اللود الثاني بيكون الاطفال انها اتعلقت اكتر بالقعده قدام الاجهزه. يعني لسه كان سؤال الجاي صح يا امل؟ النص الاولاني قاعدين على الزوم على الاجهزه، والنص الثاني على طول بقى اللعب مع اصحابهم، مش عايزين يقوموا دلوقتي. انت بتقولي للولد انزل ما بيخرجوش، اي اكسرسايز انزل، مش عايز هو. خلاص يعني قعد في البيت وخد على القعده. انا مش عارفه بعد كده احنا هنقدر نخرجهم ازاي. في الاول كانت الكنيسه في اكتيفيتيز، في كنيسه، في انشطه، بينزل بيتحرك. دلوقتي خدوا على قعده البيت، مش عايزين هم نفسهم ينزلوا. فانا مش عارفه احنا هنواجه ازاي دوت. قصدك ازاي هنرجعهم للحياه تاني؟ بالظبط. امل انت في امريكا ولا في مصر؟ امريكا. اوكي.
هرد عليكي. طيب اوكي عندك اي تمام، سؤال شكرا تاني يا جدا امل جدا. ولا؟ لا هي دي اهم نقطة بصراحة، وسؤالك انا حلو مليانة ومش جدا، عارفة اعالجها ازاي. سؤالك ممكن هايل على ممكن فكرة. تقولي لي يا امل ولادك قد ايه؟ 16 و12. سن صعب برضه. اوكي طيب شكرا يا امل على اتصالك، ميرسي ميرسي خالص. يا امل خالص على ميرسي اتصالك، جدا، ربنا يعوضكم ربنا يخليكي بالتوفيق. وشكرا، واي وقت عندك اي سؤال ابعتيه لنا واحنا هنكون بنرد عليكي. ميرسي يا حبيبتي، شكرا ربنا. شكرا، ميرسي. اعتقد من الاعمار اللي امل قالتها انه حد ميدل سكول وحد هاي سكول، هو شويه صعب الهاي سكول لانه هما الولاد عموما الاثنين عندهم طاقه عايزين يطلعوا من البيت، ولادنا كلهم عندهم طاقه عايزين يطلعوا من البيت، ايوه اخدوا دلوقتي على القعده ومفيش خروج من البيت. بالذات ال 12 سنه، انا عن نفسي عارفه ان من 10 ل 12 سنه و13 اصعب، بال 16 وطالع بيخرجوا، ابتدوا يخرجوا يعني عن تجربه شخصيه، ابتدوا يخرجوا خلاص. المشكله كلها ان ال 10 وال 11 وال 12 مش بيخرجوا، يعني حتى لو طب نجيب اكل، طب هاتي لي اكل، اطلعي، مش عايز اخرج، بيكلم صحابه، اتخانق مع صحابه. مشكلة يعني، هو كان سؤالي الجاي فعلا، الجيمز، الـ التليفونات، الولاد تخنوا بجد، الولاد تخنوا يعني، دي مشكلة، ولا راضين حتى يتحركوا يلعبوا رياضة في البيت. فلو عندك حل يا ريت بقى تنصحينا بإيه بقى يا ريهام. انا هنصح امل وهنصح كل ام، وانجنتي كمان هنصح كل ام عندها اولاد في ابتدائي اعدادي او ثانوي. انت يعني امل بدات كلامها بانه لا في حمل عليا، يعني مش بس الزوج، لا في كمان الاولاد، وانا يعني مش عارفه اتصرف ازاي. انا حاسه بيكي جدا، فانا خليني اقول لك دلوقتي كام فكره. اول حاجه، ليه ما ناخدش اولادنا ونتمشى بيهم في يوم شمس ويوم جو لطيف؟ ده لو ما اعرفش برضو في انهي ولايه بتتكلم، بس لو الجو لطيف ليه ما ناخدش اولادنا ونطلع ونتمشى، ويبقى ده وقت ماما والاولاد ونتكلم ونحكي فيه مع بعض، والاولاد يطلعوا حتى لو هتاخد طب لو مش الصغير. عايزين، لو مش عايزين لا على حبايبي، ساعات الاهل المصريين والعرب اللي بيجوا من بلادهم لامريكا بيحسوا ان السلطه بتاعتهم اتاخدت منهم. انا بقول لا، صح. انت ماما وانت اليوم ما طلع، احنا لو ما طلعناش وما عملناش اكتيفيتي، طب ما فيش تليفون، ما فيش جيمز، لسه عندك سلطه، من غير ما اقولش مد ايد، لسه عندك سلطه. استخدمي سلطتك بقى. بالظبط، احنا هنعمل جدول شويه في مدرسه وزوم وشويه في اكتيفيتي، هنطلع بارك نتمشى، هنروح نعمل شوبينج، هنطلع نعمل، هنلف كذا كذا مره حوالين البيت، هناخد يعني برضه هنكيب السوشيال ديستانسينج وهنلبس الماسك وكل الكلام ده، بس احنا لازم نطلع بره البيت ونعملها ان شاء الله مره في الاسبوع. كمان كمان برضه فكره انه ان هم يتكلموا مع اصحابهم على الزوم. كمان ممكن اقول لك على حاجه تاني، في من الريسورسز اللي انا بحبها جدا يعني ادمايرت، معروف في امريكا البابليك لايبرري، المكتبه العامه، في كل حته في مكتبه عامه. المكتبه العامه دي دلوقتي بتعمل نشاطات حتى لو اونلاين، بيعملوا حاجه زي الزومبا كلاسز، ودي الام ممكن تعملها، ممكن تجيب شويه، تجيب فيديو 5 دقائق 10 دقائق وتورك اوت، والولاد ابنها بيورك اوت جنبها. الفكره في انه يطلع بره حته انه قاعد ما بيعملش حاجه، باكل وقاعد باكل وقاعد. لا طب ما نعمل حاجه مع بعض. هتقولي ده حمل عليا، يعني انا كده اعتبريه وقت البريك بتاعي. انت كنت هتخرجي تتمشوا فده رياضه ليك انت كمان، هترقصوا مع بعض وتلعبوا رياضه مع بعض قدام التلفزيون قدام الجهاز، ده كانه وقت ليك انت كمان. اي حاجه تخرجوا بره، ممكن يكون ده وقت حلو قوي ان احنا نتعلم موسيقى او نتعلم رسم او نشوف هواياتهم ايه. طيب يعني ممكن ناخد تاني، ممكن نحول الحته السلبيه في ان هم قاعدين في البيت ان احنا نقعد نتكلم معاهم اكتر ونسمعهم، خصوصا الولد اللي عنده 16 سنه. ما انا اقرب منه وما اتكلمش معاه، احكي لي، اسمع منه، اخبارك ايه، بتعمل ايه، بتتفرج على ايه دلوقتي، مصاحب مين، مين مصاحبك. طب ما هو ده وقت حلو ان احنا نتكلم مع اولادنا ونستغل، قصدك يعني ان احنا نستفيد بالوقت ده، ان احنا نحاول ندخل ونطلعهم من دايرة الجيمز والصحاب حتى ولو وقت صغير في اليوم. بس الأب والأم يا إنجي منشغلين ومنغمسين في مشاكلهم،
لا وعايزين يجيبوا للاسف مصروف، مش عارفين يعملوا ايه طبعا طبعا. فالاولاد بتحس بوحده شديده جدا وبالتالي بيأثر. وخدي بالك انت ممكن كواحده ادلت كبيره ممكن تقولي انا مكتئبه او انا آه. تعبانه نفسيا، الاطفال ما بيشتكوش. صح. طيب ما عندناش وقت كبير ولسه عندنا كام سؤال، فهنحاول نجاوب بسرعة. والسؤال اللي جاي بالنسبة لي مهم جدا. تجربة الكورونا تفتكري ليها هدف من الله؟ سؤال جامد. جامد. انا فاكرة ان انا لما عملت الاعداد قلت لي نفس الكلمة دي، قلت لي ايه السؤال الجامد ده. جمودية السؤال في انه نؤمن ان الله ضابط الكل. طبعا وربنا ما بيجربش حد بشر، فاكيد ربنا ما بعتش الكورونا عشان تضر الناس. لكن انا اؤمن بان الكورونا لما حصلت وخبطت في العالم كله هي بسماح من الله. ومدام ربنا سمح بدوت، احنا برضو عارفين ان كل الاشياء تعمل مع الخير الذين يحبون الله. زي ما قلنا في دلوقتي الناس اللي اتاثرت بالكورونا ومرضت حياتهم اتغيرت. بصي انا عايزه اقول لك على حاجه كمان، في وسط ما احنا عمالين نتكلم انه نفسيتنا تعبت، في ناس قربت من ربنا بسبب التجربه. برافو عليك، في ناس قربت من ربنا، في كمان في رايي عائلات قربت من بعض برضو. جدا يا الخبطه اللي جامده دي فوقت ناس كتير. وعلى فكره هضيف كمان من رايي، اصول الناس بانت الاصل، يعني في ناس وقت ابتدت تبان في الكورونا اصلها، الناس الكويسه بانت والناس المش كويسه بانت. صح؟ مش هرد قوي على السؤال ده. يعني مثلا المريض، مثلا حد مرض بص لقى ناس من بعيد بتجيب له اكل وتحطه له على باب البيت وبتمشي، ما توقعهمش وتوقع من، وناس تانية كان متوقع منهم حاجات ما عملوش كده مثلا، ده مثل يعني ابدي. ف انا فاهمه قصدك، بس انا ما اقدرش اتكلم على يعني بصي، لانه احنا لسه متفقين دلوقتي ان كلنا تعبانين. كلنا ممكن ايه؟ ربنا كلنا تعبنا، كلنا تعبانين، كلنا خايفين اوفر وولم بالمشاكل اللي عندنا. فانا ما اقدرش اقول الاصول بنت والاصول ما بنتش، لانه كمان في ناس تقول لك انا خاف ان اروح عند حد تعبان فاتاذي، او اروح احضر خرجه واحد لسه ميت بكورونا فتجي لي كورونا وبعدين اذي بيتي وأذي. مش هقدر اقول اصول قوي، هقدر اقول انه الحمد لله انه في ناس بتساعد ناس، وفي ناس يعني قلبها جامد وبيروح وبيساعدوا كتر خيرهم. بس هرجع للكلمه بتاعتك اللي هو ربنا سماح من ربنا، اعتقد انه بسماح من ربنا، واعتقد انه لما حد العزيز بيروح علينا بسبب الكورونا او بغير سبب الكورونا، اعتقد انه كلنا مؤمنين وكلنا عارفين انه هي مرحله انتقاليه وهيروح بالكورونا او بغيرها. الخضه هي اللي صعبه طبعا، المرض هو اللي صعب، الفراق هو اللي صعب، عشان كده بس ده وقته. يعني اذا كان حد راح بالكورونا فده وقته، في امل نرجع احسن، في امل. اكيد اكيد. يعني انا حابه قوي من خلالك ومن خلال الحلقه دي اقول احنا احسن اوريدي. احنا لازم نفكر بوزيتيف عشان نجذب زي ما بيقولوا كل الطاقات البوزيتيف. احنا احسن، هناخد الفاكسين والدنيا هتتفتح تاني وهنرجع احسن من الاول تاني ان شاء الله. واللي هنقدر نعمله دلوقتي ان احنا نحول كل حاجه نيجاتيف لحاجه بوزيتيف. نشوف نقدر نتصرف ازاي عشان على قد ما نقدر نعدي الفتره دي. خلينا فاكرين وعارفين ان الفتره دي هتعدي. مش فاضل لنا غير دقيقه. للأسف لسه في أسئلة، بس إحنا ريهام هتكون معانا كتير وكتير وكتير في حلقات تانية. أنا مش بختم، أنا بس حابة أدي conclusion. أنا وريهام كانت موضوعاتنا إيه النهاردة في الحلقة؟ اتكلمنا عن إزاي نكون أقوى في زمن الكورونا، إزاي نتعافى من الكورونا، إزاي نقرب من ولادنا، إزاي نتعلم نصاحب ولادنا، إزاي نعرف نحل مشاكلنا بقى، ده وقت المواجهة. حابه تضيفي ايه من كونكلوجن الحلقه معايا يا ريهام؟ احب اشكرك يا انجي ان انت فاتحه اللايف وفاتحه الباب للناس انها تسال، عشان الناس تعبانه. واعتقد اكتر حاجه تعب الناس من وجهه نظري ومن خبرتي انه ما حدش بيسمعها، انها مش لاقيه حد تطمن له وتتكلم معاه. فمن خلال البرنامج ومن خلال التعليقات اللي على اللايف اسالوا، واللي حد يحب يتواصل يتواصل ويسال. و ام اوبن ان انا مور ذان ويلكم ان انا اساعد اي حد. معانا مداخله في اخر الحلقه فهناخدها معانا. استاذ مايكل اهلا وسهلا بيك، الدنيا وما فيها، اتفضل.
ازيك يا انجي؟ عامله ايه؟ برنامج جميل واسئلتك جميله جدا وحلقه رائعه رائعه رائعه. ميرسي يا فندم. كمان معاكي استاذه ريهام، بصراحه اصبت الاختيار في انها تشرفك النهارده في الحلقه، جميله جدا، حلقه جميله جدا. كلك ذوق. ميرسي. انا بس ربنا يخليك، انا بس كنت بس عايز اعلق على حاجه بسيطه خالص اللي هو السؤال الاخراني دوت، هو فعلا سؤال صعب قوي يعني. هو بس انا عايز اسال استاذ ريهام، هو دلوقتي شبابنا اللي في سنه دلوقتي ما بين الاحصائيات بتقول ان من سن 20 سنه ل 40 سنه في حوالي 12% منهم اذا اصيبوا بالكورونا او دخل المستشفى او العنايه. ده هيربطنا بالسؤال اللي هو هل ربنا او دي حاجه من عند ربنا او ده اختبار لينا، سماح من الله او سماح من الله. انا عارف ان ربنا حنين علينا، ربنا احنا لسه طالعين من ايام يونان، الحوت نفسه بلع يونان بس ما كلوش. صح. هو ربنا لو سمح بالموضوع دوت هو اكيد سمحه لهدف معين. انا اتمنى ان انا اسمع اجابه من مدام ريهام. استاذ مجدي خليك معايا اسالك سؤال، هو الموت حاجه حلوه ولا حاجه وحشه؟ الموت كبشر لينا، احنا بشر وضعاف، كل واحد فينا تقريبا على مستوى العالم تقريبا اذا هو فقط حد قريب او عزيز او فاميلي ممبر او اكيد ده حاجه مؤلمه. فالموت مش... انا بسال على الموت، الشخص اللي بيموت دي حاجه حلوه ولا حاجه وحشه؟ لو هو انسان مستعد اكيد حاجه حلوه، يا ريت نبقى كلنا مستعدين. حلو خالص. والموت حقيقه صح؟ الموت حقيقه ودي هتحصل بسوء حقيقه واقع. صح. احنا اكتر حاجه بتتعبنا يا استاذ مايكل هي الفراق، وده خلى زي ما قلت دلوقتي من شويه، خلى الخبطه دي بتفوق ناس، وممكن يكون هو ده قصد ربنا من التجربه دي. فوقه بقى يعني الوقت ده مهما طال مقصر. صح. الايام دي شريره، حتى لو انت قاعد يعني خليني اسالك، سواء بالكورونا او من غيرها، ومن قبل الكورونا الناس ما كانتش تعبانه، ما كانتش مخنوقه، ما كانتش شايله هم. حلوه قوي. من قبل الكورونا الناس مش بتموت. هي الكورونا زي ما انا قلت دلوقتي وصفتها، الم على وشنا عشان يقول لنا فوقه. صح. فوقه. انا اتمنى ان بس يعني انا عايز اوصل رساله معينه لسن معين اللي هو زي ما انا قلت اللي هو الشباب. الشباب واخدين الموضوع على اساس ان هو يعني كان في حتى يعني كان على اليوتيوب كده كان حد كان شاب في فلوريدا بيقول لي لو انا اتصبت بكورونا خلاص يعني ده يعني هي كده يعني حتى الشباب يعني عارفه يعني مش مهتم، مش تلاقي حتى في وسط ما البيرنتس عمالين بيحاولوا تبروتكت ذم برضه هم برضه يعني ايه sometimes بتحس ان هم they give up or they don't care وبينزلوا، ودي مشكله ان هو حتى لو هو ما اتصابش هو بيبقى كارير لناس ثانيه. حقيقي على فكره انا حقيقي عندك حق، بس عايزه اكد على كلامك يعني مش بنفيه، باكد عليه فعلا. الاولاد في اول وخصوصا في السن دوت في الاول لما الكورونا بداوا يقعدوا في البيت ويلتزموا، بس لما طولت الموضوع كان صعب عليهم. صح. الشباب طبعا على فكره لينا حلقه ريهام عن الموضوع ده استاذ مايكل، احنا عندنا حلقه على موضوع السن ده بالذات، لان دي برضو مشكله جات لي وسؤال ما ينفعش طبعا. هو ميرسي خالص سؤالك جميل، بس هو فعلا لازم ناخد له حلقه، ويا ريت تكون معانا برضو مداخلتك فيها، لان احنا هنضطر نجاوب على كل اسئلتك في الموضوع ده، لان مش يعني ده مش سؤال عابر على فكره، سؤال جميل جدا السن ده بالذات. هاي ميرسي لحضرتك، بشكرك يا استاذ مايكل، ميرسي كتير. ريهام وقت حلقتنا خلص، فانا المخرج عمال يقول لي الوقت خلص. انا مبسوطه جدا ان انت كنتي معانا النهارده، نورتينا والحقيقه استفدنا كتير، ومش اخر مره هتكوني معانا كتير وكتير. مشاهدينا الاعزاء، انا كنت كتير مبسوطه ان انا معاكم النهارده في الدنيا وما فيها، الدنيا فيها كتير مشاكلنا كتير،
وحلولها كمان موجودة معانا. تابعونا وانتظرونا في حلقة جديدة قريب. بشكرك جدا يا ريهام، وبشكر كل اللي اتفرجوا علينا دلوقتي في انتظار الفيدباك بتاعكم. أتمنى الحلقة تكون عجبتكم. أشوفكم في حلقة جديدة ومع السلامة.